المغرب يواجه بمسؤولية هذه الظاهرة طبقا لالتزاماته الدولية، ولعل أحد نتائج أن عمليات الحجز والمصادرة لمخدري الكيف والشراء بين 2012 و2013 تضاعفت، تقريبا تجاوزنا 500 طن في سنة بين هذ النوعين في سنة 2013. لكن الأمر لا يقتضي فقط الاشتغال بمقاربة أمنية، لذا هنالك وعي بضرورة يعني المحاصرة والمعالجة عبر سياسات بديلة وموازية ذات طبيعة تنموية وذات طبيعة اقتصادية واجتماعية، ولهذا هنالك إعطاء للأولوية في تنزيل السياسات المرتبطة بفك العزلة وبالمناطق الجبلية، بحيث أدرجت ضمن نفقات صندوق التنمية القروية وتخصيص يعني برامج لذلك. لكن لا يمكن أن ننكر أن هذا المشكل قائم، والإرادة الحكومية واضحة في العمل على مواجهته، وفي نفس الوقت نحقق في هذه المواجهة تقدما تدل عليه الإحصاءات المرتبطة بعمليات الحجز التي أشرت إليها، أو المرتبطة أيضا بالسياسات تكثيف السياسات التنموية والاقتصادية الموجهة للمناطق التي تعرف زراعة هذه الزراعة المحظورة قانونيا. نعتبر أن هنالك حاجة لاعتماد استراتيجية وطنية متكاملة، خاصة الاستراتيجية أو الإطار الحالي للمبادرات تبلورت قبل حوالي 10 سنوات تقريبا، ما يسمى بمبادرة تشغيل قبل حوالي 10 سنوات. الآن الحكومة في ظل التطورات التي حصلت مقتنعة بالحاجة إلى استراتيجية وطنية جديدة ستمثل إحدى أولويات العمل الحكومي هذه السنة. الحصيلة لغاية اليوم بين 2012-2013 تقريبا معدل البطالة كان في حدود 8.9% 2011، حاليا في حدود 9.2%، مع الإشارة أنه في سنة 2012 الاقتصاد الوطني تمكن من توفير في 2012 وإحداث 127,000 منصب شغل مؤدى عنه. المغرب اعتمد سياسة إنسانية جديدة تعمل على مواجهة الإشكاليات الإنسانية المطروحة، خاصة أن المغرب لم يعد فقط مجرد بلد عبور بل أيضا بلد استضافة وبلد مستهدف بهذه الهجرة. ثاني الخلاصات أن الأمر أخذ يكتسب يعني أبعادا جديدة وتحديات أمنية متصاعدة. المغرب من جهة تمكن من تقليص الهجرة عبر القوارب بشكل كبير تقريبا في العشر سنوات الأخيرة بزيادة من 93%، لكن في المقابل محاولات الدخول عبر المدينتين المحتلتين سبتة ومليليا المحتلتين من فكت تتصاعد، وهذا أمر يعني بارز في 3 سنوات الأخيرة بشكل كبير. المغرب يشتغل في مواجهة هذه التحديات الأمنية وفقا لالتزاماته الدولية والدستورية.